اللي اسمه كمال بره وعايز يشوفك. مش هشوف حد. هو في ايه؟ هيا الراجل ده ما عندوش ريحه الدم، نهار اسوح. بقولك يا صالح اطرده، ولو طلت تكسر رجله كمان اكسرها. ومال لو عايزين ابعته القرفه كمان؟ ما عنديش مانع. ده ايه المصايب دي؟ يقتلوا القتيل ويمشي في جنازته؟ مش كفايه رميه البت ونموتها كده؟ يلا يا صالح. بقول لك مش عايزه تشوف خلقتك. يعني ايه؟ ايه صعبه دي؟ مش عايزه تشوفك يا اخي. بس انا لازم ادخل، ارجوك يا معلم. ترجوني ده ايه؟ انا هنا بنفذ الاوامر. انا لازم اشوفها. يا جدع انت اهمد كده واستأجر الله اجمل. ده ابن ناس وابوك راجل حبيبي وياما اشتغلت معاه في الانتخابات. اقصر الشر احسن لك. ارجوك يا معلم ابص بس عليها. خلاص سيبني يومين ثلاثه اكون لينتلك دماغها وتيجي تقابلها. ماشي. انا بس عايزها تعرف ان احنا مالناش يد في اللي حصل لها. خلاص قلت لك سيب الموضوع ده عليا انا. يلا السلامة. امال تفتكر مين اللي عمل العمله دي يا كريم؟ دي مش عمله واحده يا مجيد بيه، دول فجروا اماكن كتير، قهاوي وكباريهات ومحلات تجاريه. هو مفيش غير كده؟ أهل المخفي ده هم اللي عملوا العملة السودة دي؟ أنت عرفت منين؟ في حاجة بتخفى على أمك يا بيت. المعلم فتوح والمعلم سلطان هم اللي جولي وفطموني عرفولها وقشرتها. كذابين. إيه؟ كذابين. كذابين؟ يا أختي أنت لسه يا بيت بتفكري في الواد ده؟ ما بصي يا سمارة، اللي بيتكلم مجنون واللي بيستمع عاقل. لما انت روحت لهم الفيلا بتاعتهم وعملتي العملة اللي انت عملتيها دي، تلاقي الواد اتغاظ منك وراح متفق هو وابوه انه يبعتولنا حد في القهوة بالقنبلة عشان يفجروها يا بنت عشان ينتقموا منك. كل ده كوم وانت كوم تاني خالص. اللي انا مستغرباله انت لسه بتحني للواد ده يا سمارة؟ انا عارفه ان ده مش وقته. انت بكره ان شاء الله هتقومي وترقصي وتملي الدنيا بهجه وفرح، والنقطه تنزل عليك زي الاول. والله العظيم الدكتور قال لي يا ام سماره ما تخافيش، سماره زي الفل وهتقوم من هنا بالسلام. ان شاء الله انا مدالك يا نن عيني، ان شاء الله انا مدالك يا دنايا، ان شاء الله انا مدالك يا طبيب. بعد الشر عليك انت يا اختي. تأكدت بقى يا معلم ان لا كمال ولا ابوه ليهم يد في اللي حصل؟ كل الجرايد بتقول ان اللي عمل العمله دي الجماعه بتوع الاضراب وتنظيمات سريه. يا سلام، والمعلمه عليات مالها ومال التنظيمات السريه؟ ده وليه فاتحه قهوه للحظ الفرفاشه. صحيح يا معلم سعد، ايه جاب عليات لشغل يحيى الوطن؟ جرايد يا حسن، احنا مش كلنا مصريين ولازم نبقى يد واحده؟ امال مين اللي هيصلح حال البلد دي؟ الله، وحال البلد ما يتصلحش الا لو فرقعت قهوه عليات وبطلتها شغل. ايوه صحيح، قهوه عليات مالها ومال الفرقاع هي اللي هتصلح حال البلد يعني؟ اهم خدوا العاطل بالباطل بقى. المهم ان عبد المجيد وابنه ابرياء من الموضوع ده نهائي. انا مش عارف انت بتدافع عنهم ليه يا سعد. ايوه صحيح يا سعد، انت بتحملهم ليه؟ انا مش بحملهم يا معلم، انا بقول اللي حصل اللي مكتوب في الجورنال. يا سلام، مش ناقص كمان الا ان انت عاوز كمال يتجوز سماره. لا من حد اطمن، ده نقطع دراعي من هنا اهو. لو كان واحد زي ابو كمال ده يرضى ان ابنه يتجوز واحده زي سماره؟ يا معلم دول ناس عليوه قوي، هي العين تعلى عن الحاجب يا معلم. يا سلام، ما احنا كمان ناس كويسين قوي، وبعدين معانا فلوس قدهم واكتر كمان. فلوس مش كل حاجه يا معلم. امال ايه هو اخويا لكل حاجه؟ نقدر انا ولا انت نروح نتجوز واحده من بناتهم؟ بتحصل، هو مش مسعود افندي اتجوز عليات افندي؟ يا ريت الناس كلها تبقى زي مسعود افندي. الدنيا بقت احسن من كده.
يا سلام، اوعى بقى تروح تقول لسمارة الكلام ده عشان ما توقفش المراكب السايرة اللي بيني وبينها. مراكب سايرة ايه يا معلم؟ إذا كان سلطان وقف لك زي اللقمة في الزور. لا، إن كان على سلطان ده ما تشيلش همه، أنا زيحه في ثانية واحدة. ما أنت لو سمعت كلامي وعملت اللي أنا بقول لك عليه، ساعتها هتبقى سيد سيده، تنفخه كده من قدامك يطير. صدق قد الكلام ده منكشش في نفوخي. أنا عمال أفكر من ساعتها في موضوع سعادة البيه ده، داخل دماغي قوي. ألو، مين؟ ابني وفيق. ازيك يا حبيبي؟ وحشتني قوي. اخص عليك تقعد المده دي كلها من غير ما تكلمني. انت كويس يا حبيبي؟ هشوفك امتى؟ يعني مش هشوفك قريب؟ خالك كويس، وفايزه كمان كويسه، كمال حاله حاله، اتلخبط على الآخر، ملموم على واحدة من إياهم. يا حبيبي فايزة نفسها تشوفك، حاول تعدي عليها أو تكلمها حتى في التليفون عشان خاطر. على فين يا معلم سلطان؟ وأنت؟ هما بيطلعوا إمتى؟ يعني تكون فاهم إن أنت هتسبقني بالزيارة ولا حاجة؟ طب امشي وأنت ساكت عشان ما تفورش دمي وأقلب عليك. مالك يا معلم سلطان؟ مالك مزاجك كده مش مظبوط؟ هو هيكون نسوانك مفورين دمك ولا حاجه؟ ما انا قلت لك شيل على قدك. بكره هتبقى شيله واحده. او ابقى قابلني. مين الناطع اللي قاعد على الباب ده؟ اشتغل. صباح الخير يا معلم صالح. صباح الفل يا معلمين، بس لا مؤاخذه الزياره ممنوعه. مين اللي قال الكلام ده؟ دي تعليمات سماره. ايوه بس السمارة دي بنت حتتنا وليها واجب علينا. برضه ممنوع يا معلم سلطان. الله الله الله، اوعى يا معلم سلطان. اسمع يا ابني، ما تشوف الاثنين المعلمين دول تضرب تعظيم سلام، واللي يتقال لك عليه تعمله، واضح؟ في حد جوه مع سمارة؟ المعلمة عليات. دخل الفاكهة دي جوه ولا المعلم سلطان بعت لك الفاكهة دي؟ والحلقات الغالية قوي 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 دي من المعلم فتوح. خد. ماشي يا معلمين. شوف الواد بيبص لي ازاي؟ دول عالم ما يجوش الا بالعين الحمراء يا جدع.